أهلا بكم في رمضانكم مع إقامة دبي. يقول تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. المراد بالإنسان الجنس، أي يا ابن آدم. الكدح في كلام العرب العمل والكسب. قال ابن مقبل: وما الدهر إلا تارتان، فمنهما أموت وأخرى أبتغي العيش أكدح، أي أعمل. وروى الضحاك عن ابن عباس: إنك كادح، أي راجع إلى ربك كدحا، أي رجوعا لا محالة. فملاقيه أي ملاق ربك، وقيل ملاق عملك.